القطار الكهربائي، مشروع المستقبل وبوابة التغيير في مصر. مشروع القطار الكهربائي هو أحد وسائل النقل المستحدثة طبقاً لرؤية مصر 2030، ويسمى أيضاً بقطار العاصمة الإدارية المكهرب، كونه يربط بين مختلف وسائل المواصلات في مصر وبين المدن القديمة والجديدة عن طريق المحطات التبادلية التي تضم القطار المكهرب والمونوريل ومترو الأنفاق. تعرفنا بحضرتك؟ مهندس محمد خزام، زون مانجر مشروع ال ار تي المرحله الاولى والثانيه. مشروع ال ار تي هو اختصار لايت ريل ترانزيت، القطار الكهربائي الخفيف. دون من مشروعات الجيل الجديد في وسائل النقل الصديقه للبيئه، او بنسميها النقل الذكي او النقل الاخضر. دي اسماء مختلفه للنوع دون من القطارات او وسائل النقل الجديده. النوع دون بيتميز عن المشروعات القديمه او التقليديه باكثر من ميزه، منها ان هو صديق للبيئه، بيقلل التلوث. احنا شايفين العالم كله بيتجه للحفاظ على البيئه ومؤتمرات المناخ اللي بتقام في الوقت دوان في العالم، فدوان بيقلل الانبعاثات الكربونيه، بيحافظ على البيئه، ودوان بالتبعيه بيقلل من بيرفع معدلات الصحه، بيقلل من الانفاق في القطاع الطبي علشان تقلل الامراض الناتجه عن التلوث الناتج عن احتراق الوقود التقليدي. برضو بيوفر في الاسفلت، معدلات صيانه الاسفلت والطرق وانشاء الكباري، لان انت لما بتلجأ لوسيله نقل جماعي فانت بتسيب النقل الفردي. يعني قدام كل رحله قطر بنتكلم على الاقل 300-400 سياره ملاكي ممكن تكون ما اتحركتش من المكان ده. تاني حاجه هي بتساهم في انشاء مجتمعات، خلق مجتمعات حضاريه جديده وزياده اعمارها بالسكان. يعني احنا عندنا مشروعات شرق القاهره، مدن كتير ما شاء الله موجوده زي شروق والعبور والمستقبل والروبيكي، بدر، هايكستيب. كل المدن دي كانت موجودة بيخدمها بصورة رئيسية في النقل الجماعي عدد من الأوتوبيسات مع وسائل النقل الخاص. لكن لما بيكون في قطر دوما بيسهل للناس انها تروح المكان ده وتبدأ تتخلى عن القاهرة القديمة والمناطق اللي فيها كثافات سكانية عالية. ده بالتبعية بيأثر على مستوى الجودة بتاع الحياة المعيشية وجودة الصحة زي ما احنا لسه قايلين من شوية. في الخدمات الموجودة في القطر بالنسبة للمواطنين، هو بالنسبة للـ RTE مشروع حلو جدا وبيساعد المواطنين انها تتنقل من القاهرة لقلب العاصمة جوه العاصمة الإدارية أو البدر أو الحديقة العاصمة أو كده، وده بيسهل على المواطنين أحسن من المواصلات كتير، لأن ده في مواعيد محددة تعرف تروح، تبقى أنت محدد ميعاد شغلك تروح إمتى وكده، ودي حاجة جميلة جدا. بس يا رب يكمل زي ما هو بنفس النظافة وبنفس الدنيا كده إن شاء الله. اتكلمنا عن الخدمات اللي بيقدمها قطار ال ار تي. لا خدمات كتير بصراحه، انا دي تاني مره اركبه يعني، وبصراحه فارق كتير عن الخط الاول والتاني والتالت وكده. ايه رايك فيه بقى؟ لا تمام بصراحه، خدمه ممتازه. ممكن حضرتك تكلمنا عن تجربتك مع القطر؟ شوفوا حضرتك، انا دي تاني مره اركب من محطه عدلي منصور. انا ما كنتش متوقع الجمال، وما كنتش متوقع التطور، ما كنتش متوقع المحطه بالشكل ده. انا سافرت بره كتير، وركبت المطار القاهره، وركبت المطار برج العرب، وركبت المطارات كتير في مصر. انا حاسس نفسي ان انا في مطار جوي، يعني في ميناء جوي مش محطه قطر. التطور والانجاز انا مش ببالغ، صدقيني. انا شفت هنا احسن من دبي. بس من نعم ربنا على مصر ان هو ادينا الرئيس عبد الفتاح السيسي، لان العاصمه الاداريه فخر عواصم العالم كله بامانه. قطار فوق الممتاز، امان وراحه
وسعر مناسب للناس كلها. بسم الله ما شاء الله، أكثر من ممتاز، أكثر من ممتاز. نفس الكلام اللي قلته على القطار هو نفس الكلام اللي أقوله على الباص، راحة احترام وأدب مجاني، هنعوز إيه تاني يعني.